لكن خليني انت بالذات يا كابتن هقول لك قول اللي انت عايزه بقى اتفضل. ما انت كنت عن الماتش كنت بتعارضني لما كنت قلت لك ان كروش قليل فنيا فانت قلت لي لا، فقلت لك ده عجاز، فانت قلت لي لا يعني ما اجابه غير كده، ما الراجل واخدنا رابع في البطوله، فانا قلت لك ده اكبر عجاز لما جبته لي تاني. ف ده كلام بيثبت بس للناس ان احنا الحمد لله رب العالمين عندنا رؤيه، ورؤيه لازم تحترم ويتاخد بيها، يا اما ما نطلعش بقى في البرامج ونتعب نفسينا. احنا بنعمل برامج الرياضيه دي عشان ايه؟ يبقى فيها استفاده. يعني انتوا مثلا بتجيبوا دكتور عشان يقول لك تغذيه، ودكتور عشان يقول لك تعمل ايه في الرياضه الصبح، واللي 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 كل الكلام ده، فبنستفاد. طب احنا دلوقتي بنتكلم في عمق فنيات الكوره. من اول ما شفت الراجل ده قلت لك ان فنياته ضعيفه، كل مصر قلبت عليا وكل مصر هاجت عليا، عايز اقول للناس بس الجهاب زادول. ايه رايكم النهارده؟ هو مين اللي كان عنده حق؟ وفي ناس يقول لك ايه لا نسيبه يكمل ونديله. ما انت لو كملت مش هتوصل، انت لسه بتقول دلوقتي لو بقى بالشكل ده مش هيبقى في المباراتين الفاصلين، صح؟ هو كابتن ده الطبيعي، يعني انا من وجهه نظري لو في الشكل ده وخرجت ده مش انت بس، ما هو بص يا كابتن اصل خلاص بص هو في شخصيه النهارده، الناس بنتكلم على شخصيه منتخب تقدر تفوز على منتخب كبير من ما انت النهارده بتلعب. انا بقول لك امام منتخب ممكن يلعبك على فكره في بغض النظر تصفيق. انا بقول لك اخسر بس تخسر صحيح. انت قاعد تسقف للناس وتقول احنا المنتخب هيجي منه، الراجل عامل فكر جديد ده، بس اما اللعيبه تحفظ بس انت تبقى كويس. احنا ما بنلعبش كوره يا فاروق بجد والله العظيم، احنا ما بنلعب كوره بدليل الشناوي بتجي له الكوره بقوم جاي شلوط وصلاح قد كده، حتى مصطفى محمد اللي المفروض ياخد الكور دي لعب ناحيه الرايت. تريزيجيه عشان بس ما نظلمش اللعيبه، انا بقول لك اهو وعلى مسؤوليتي، ولا لعيب تحاسبه، اللي يتحاسب الراجل ده. سبب نكدنا النهارده وان احنا قاعدين كلنا وكل مصر قاعده زعلانه هو الراجل ده، اللي الناس ثلاثه اربعه اللي حامينه اللي جابوه وقعدوا يصدروا لنا. هو مش جاي لافريقيا، هو مش جاي للبطوله العربيه. طب انتوا مشيتوا حسام البدري ليه؟ مش عشان سوء الاداء؟ طب ايه رايكم في الاداء النهارده؟ احنا بقى بص في اتحاد جديد وداخلين على ان شاء الله الفتره اللي جايه على دوله جديده وعاصمه جديده، فكل حاجه لازم تتغير. انتوا النهارده انت لسه بتقول لي لازم، لا بعد النهارده الراجل ده لو في عندنا ناس مسؤوله بجد يمشي والكابتن ضيا يكمل. بس صعبه سيبنا كمل، سيبنا كمل وبعد كده كمل. بس يا كابتن بالمنطق صعبه ليه؟ ليه صعبه ليه؟ المنطق ما عمره ما يقول لك وانت لا لا منطق بطولة. منطق اصل ده مش قران، اسمعني ده مش قول رايك يا كابتن. بس انا بقول لك المنطق عمره لا المنطق بص بطوله كبيره انك تمشي المدير الفني عشان لا يمشي في بدايات ممكن كانت وحشه وتكمل بعد كده تبقى كويس. حبيبي عشان تكمل تبقى كويس ضيا يكمل، انا بقول لك وعلى مسؤوليتي واخد بالك، لسبب لان اللعيبه هتحس بالخطر خلاص. الراجل ما بيقولش حاجه يا فاروق، الراجل النهارده طب قول لي مصر كلها هايجه وهاجت علينا لما انا طلعت مره وقلت ايه مرموش مش هو اللعيب السوبر معاك هنا في البرنامج، وقلت ان مرموش يعني ماشي لعيب كويس وكل حاجه بس مش هو عشان جاب جون في ليبيا يبقى هو اللي تعمل له الضجه دي ودخله حته ايه، اصل صلاح في الماتش الثاني كان حاقد عليه، اصل صلاح ان مش عارف عشان ان هو نجم النجوم اللي هو اقسم. وانا قلت لكم الماتشات الصعبه هي اللي هتبين اذا كان مرموش لعيب تقيل ولا مش لعيب تقيل. قول لي النهارده كان دوره ايه؟ مع ان برضه ما تظلموش بالظبط يا كابتن. ايوه انت مش عارف اللعيبه، انا مش عارف في لعيبه بتخش في تحركات بعض، يعني ما تيجي تبص ليه بقى برؤيه كده ليه؟ لعيبه بتخش في تحركات لان مش واخدين على حاجه، هم واخدين ان انت العب طويل لمصطفى محمد والتانيه لاي حد. هي دي اللي فانت النهارده بتتفاجئ ان نيجيريا اللي هي نيجيريا هي اللي بتمسك كورة بتبدأ من حارس المرمى للاتنين مساكين، لأن هم اللي بيلعبوا كورة وإحنا بنلعب، إحنا اللي بنجري وراهم. بس أنا عايز أأكد معاك برضه يا كابتن، يعني برضه هسيبك تكمل برضه.